بيواصل أبطال مسلسل سوشيال لأحمد زاهر وميرنا نور الدين تصوير المسلسل في منطقة الحزام الأخضر. المسلسل بتدور أحداثه عن مشاكل السوشيال ميديا عموما وعمليات النصب والتجسس اللي ممكن يتعرض بيها ناس كتير. المسلسل زي ما قلنا من بطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين ومن إخراج رؤوف عبد العزيز. كاميرا ترانس كانت حاضرة تصوير المسلسل. تعالوا نشوف إيه اللي حصل ونرجع تاني على طول. بعمل دور شهاب الدريني، ده صحفي في قسم الحوادث، بني ادم عادي، لا هو مشهور ولا هو فنان ولا هو اي حاجه خالص في الدنيا. ناس كتير جدا 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 عاديه بتتاذي، مش بس المشاهير دلوقتي، خلاص احنا عدينا منطقه المشاهير، بقت البشر كلهم بسم الله ما شاء الله اي حد في الدنيا ممكن ياذي اي حد عن طريق السوشيال ميديا، ان يطلع عليه حاجه فالزياطين يخشوا يزيتوا فالموضوع يكبر فالبني ادم ده يتدمر ويروح في 60 داهيه، هو ما عملش اي حاجه خالص. استاذ رفع عبد العزيز مخرج جميل جدا جدا وفاهم ومريح جدا جدا، وفي كيمياء لطيفه ما بيني وما بينه، بداناها الحمد لله بفارس وحبينا نستثمر هذا التعامل وهذه الكيمياء في سوشيال. انا مبسوط بشغلي معاه بصراحه جدا يعني. انا بلعب هنا شخصيه اسمها طارق، هو فوتوغرافر زي ما احنا شايفين كده، وبيشتغل في شركه اسمها سوشيال اللي هي بتدير المواهب المفروض ان هم ابطال الحدوته اللي احنا بنحكيها، بس هو في وراه جزء غامض كده ورا ان هو مصور وان هو بيدير الشركه دي، ده اللي بنكتشفه بقى في خلال الحلقات الاخيره بالذات. دوري انا هو رئيس التحرير اللي كان بيشتغل معاه الصحفي اللي هو احمد زاهر، ودوري اسم علي الجندي، وهو الصديق الصدوق اللي واقف جنبه، ابن البلد اللي بيحاول ان هو يرجع له حياته ويشغله ويساعده، ولكن في الاخر بتتقاطع الطرق بقى لما هو بيحاول يشوف مصلحته في انه يجيب الناس اللي ضروه. انا بعمل في مسلسل سوشيال دور ميجا، ده حد من الانفلونسرز المشهورين، وهو بتاع جيمز، هو جيمر يعني، وعنده خط درامي يعني معقد جدا، فيا رب اكون قدرت اوصله للناس يعني بشكل المناسب يعني. دوري انفلونسر اسمها هبه، شخصيه كيوت كده وبسيطه وبتاع، المفروض يعني ان هم كانوا عايزينها ان هي تبقى شبهي بس مش شبهي، حرام، عشان هي طيبه قوي وغلبانه وبتاع، وانا اللي هو ايه هايبر، وهي المفروض انفلونسر محجبه كيوت هاديه بتعمل بروجرامز حاجات علميه وبس، حدايثي معظمها مع ميرنا نور الدين. انا بعمل شخصيه اسمها جيم، هي ليها اسم تاني بس يعني مش هينفع اقوله، هيبان في اخر الحكايه. جيم المقصود بيها الاجابه على الاسئله اللي ملهاش اجابات في حياتنا يعني. مبسوط بالتجربه جدا، يعني الشغل مع ممثلين شاطرين بيخلي الواحد حتى لو مش شاطر قوي زي حالتي كده يطلع شاطر، فمبسوط جدا بالتجربه دي يعني. مع الأسف الشديد من أكتر الترندز الموجودة على السوشيال ميديا هي الكلام عن فيروس كورونا، واللي هاجم معظم النجوم من الوسط الفني وكمان الرياضي أو كل الناس تقريبا الفترة اللي فاتت بقوة شديدة جدا، لدرجة أننا سمعنا خلال الكام يوم اللي فاتوا عن إصابات كتيرة جدا بين الفنانين، في منهم اللي ربنا تم شفاه على خير وفي اللي لسه، وكان من الأسماء اللي اتصابت بالفيروس الفنان أحمد حاتم، واللي بالمناسبة لسه نازل له فيلم جديد في دور العرض وهو فيلم ليلة قمر 14، واللي بيشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم خالد النبوي وشيرين رضا. ومن الفنانين كمان اللي اصابهم فيروس كورونا خلال الايام اللي فاتت كان الفنان الكبير رشوان توفيق، تامر حبيب، واحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد.
وخليني بس اقول لكم انه مع الاسف القائمه طويله جدا، ولو قعدت اقول اسماء الفنانين او الرياضيين اللي اتصابوا بفيروس كورونا خلال الايام اللي فاتت ممكن نقعد الحلقه كلها نتكلم، لكن في النهايه اسره البرنامج بتتمنى للجميع الشفاء، وكمان بناكد على كل الناس انهم ياخدوا بالهم خصوصا الفتره دي، لان من الواضح كده ان الحالات بتزيد، فيا ريت بجد كل حد فينا ياخد باله من نفسه ومن اللي حواليه عشان ربنا يكرمنا كلنا ونعدي الفتره دي على خير باذن الله. من اكتر الحاجات اللي شغلت السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت هي منتخب مصر واللي بيحصل في كاس الامم الافريقيه المقامه حاليا في الكاميرون. طبعا عايزين نقول انه كان في اختلاف كبير جدا على السوشيال ميديا ما بين ناس بتهاجم المدير الفني المنتخب كيروش وبتقول انه بيعمل اخطاء كبيره وانه مش ده الاداء ولا المستوى اللي احنا مستنينه، لكن في الوقت نفسه في ناس تانية بتقول ان البطوله مش سهله خالص وان الفرق الافريقيه كلها بقت قويه وان الفوز الاخير اللي حققه مصر هو خطوه مهمه عشان نتاهل للدور التالي ونفوز. وطبعا اصحاب الراي ده بيقولوا اننا شفنا في البطوله منتخبات قويه جدا زي كوت ديفوار والجزائر مثلا بيتعادلوا او بيتغلبوا مع الفرق الثانيه المفروض انها متواضعه جدا. في النهايه المهم دلوقتي اننا لازم كلنا نقف ورا منتخب بلدنا وندعمه عشان يقدر يحقق نتائج ايجابيه في البطوله، وخصوصا انه عندنا النهارده ماتش مهم جدا مع منتخب السودان، وطبعا احنا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا وبنقول يا رب يرجعوا لينا بكاس البطوله. وبكده خلصت فقرة Trends of the Week.